السلام عليكم متابعي الأوفياء، أتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية. أعزائي، إذا كنتم من عشاق فصل الشتاء، خاصة تلك الأجواء الممطرة التي ترفع مستوى الأدرينالين وتحمسك على الانطلاق وممارسة الأنشطة الشتوية، فأنت بحاجة إلى حذاء يحمي قدميك ويحافظ على دفئها ويناسب إطلالتك الأنيقة. فسواء قررت المشي في أحد الشوارع الممطرة أو تواجه الثلج أثناء رحلتك للتزلج على الجليد، فستكون أحذية داك بوتس هي الخيار الأمثل لك. بدأ كل شيء منذ أكثر من 100 عام، إذ اخترع الداك الأصلي في الولايات المتحدة الأمريكية من قبل رجل يدعى ليون وود بين، مؤسس العلامة التجارية LL Bean، الذي ابتكر حذاء مبتكرا بقاع مطاطي مقاوما للماء بالإضافة إلى سطح جلدي مرن ودعم، وكانت النتيجة هي حذاء داك. جئنا لك عزيزي المتابع بقائمة من أحذية الداك المختلفة من بعض العلامات التجارية العالمية لتختار منها ما يناسبك لمغامرتك هذا الشتاء. ونبدأ بالحذاء الأول في قائمتنا، وهو بعد 100 عام من ابتكارها لأول حذاء داك في العالم، طورت العلامة التجارية الفاخرة LL Bean الحذاء المميز باستخدام مواد جديدة لتقديم أفضل عزل للماء، ومنها Gore-Tex وعزل ThinSeal وعزل PrimaLoft. صمم الجزء العلوي من الحذاء الرائع باستخدام نوع من الجلود يتمتع بليونة فائقة مع مقدمة من المطاط التقليدي المقاوم للماء، والذي يقدم لك أعلى درجات الدفء المناسبة أثناء ممارستك لأنشطة الشتوية. ثاني حذاء في قائمتنا، وهو صممت العلامة التجارية الفاخرة في عالم الموضة والأزياء توم براون أحد الأحذية داكس المميزة، والذي صنع على يد متخصصين في إيطاليا من الجلد والمطاط المقاوم للماء ونعل من بوليوريثان، ليقدم لك الحل الأمثل لتلك المعادلة الصعبة التي تجمع بين المظهر الأنيق مع الحفاظ على دفء أقدامك. ثالث حذاء في قائمتنا، وهو تجمع أحذية الداك من فيسفام بين التصميم التراثي والتفاصيل المحسنة تقنيا، إذ صممت من الجلد المدبوغ على نعال مطاطية متينة. يأتي الحذاء بلون بني أنيق يمكن تنسيقه بأشكال مختلفة حسب نمط ملابسك المفضلة. الحذاء الرابع في قائمتنا، وهو يقدم الحذاء ذو اللون البني والأسود Wood Lava Duck Boots من العلامة التجارية D-Square 2، تجربة مريحة وذلك بسبب تصميمها من الجلد المطبوخ في الجزء العلوي من الحذاء مع المطاط في المقدمة، بالإضافة إلى بطانة من الفرو التي تشعرك بالراحة وتحمي قدمك من برودة الشتاء القارصة. إذن أحبائي، اكتبوا لنا في التعليقات وقل لنا ما هو الحذاء الذي أعجبك من بين هؤلاء، وكالعادة لا تنسوا دعمنا بالاشتراك والإعجاب، وشكرا على حسن المتابعة، ودمتم في أمان الله.